الكنيسة أحبائي في هذا الأسبوع الأخير، أسبوع الآلام، أسبوع البصخة، الأسبوع المقدس، وهو قصة حياتنا كلنا، حيث يبدأ بفرح وينتهي بفرح، وفي وسطهم بعض الآلام التي نعيشها في برية هذا العالم. الفرح الأول هو أن يملك المسيح على قلوبنا، الفرح الثاني هو قيامة المسيح من بين الأموات. الذي يملك المسيح على قلبه يستطيع أن يجتاز ألام هذا الزمان الحاضر ويتمتع بفرح القيام المجيد. لذلك يا أحبائي، نحن نتمتع بفرح قيامتنا بالمسيح الذي وهبنا هذا الفرح. عندما رأى التلاميذ المسيح ففرح التلاميذ إذ رأوه. لذلك يا أحبائي، من كل قلوبنا نتقدم بكل التهاني إلى أبينا قداسة الباب الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة أبينا المكرم الأنبا بابنوتيوس مترنة، وإلى أبينا الأسقف المكرم نيافة الأنبا أرمية، وإلى كل الشعب في كل العالم، أن يعطيه الله فرح وأن يمتعه بفرح قيامته وأن يعطي للعالم فرحا وسلاما أبديا، وأن يرفع كل ألم وكل ضيق عن هذا العالم ببركة وفرح قيامة المسيح القائم من الأموات. له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كل عام وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. إخريستوس أنيستي، آليسوس أنيستي. المسيح قام، بالحقيقة قام. بهذه المناسبة نرفع تهنئة لأبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، أطال الله حياته، ولشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا أرمية، ولأبائنا المطارنة والأساقفة الأجلاء أعضاء المجمع المقدس، ولكل الأباء الكهنة وكل الإكليروس وكل الشعب. يقول عنه القديس يوحنا ذهبي الفم أنه إكليل الأعياد وأعظمها، ويقول عنه القديس يوستينوس أنه عيد الفصح المجيد، ويقول عنه القديس إغروريوس أنه عيد الأعياد وملك الأعياد. الرب قادر أن يبارك في هذه الأيام المقدسة، وكل عام وحضراتكم طيبين. قيامة السيد المسيح تعتبر إعلانا صريحا لانتصار المحبة على الشر، والانتصار الحياة على الموت، والانتصار النور على الظلم. انتصار المحبة على الشر زي ما قال معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته لأهل روميا إصحاح 5: الله قد بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. انتصار الحياة على الموت زي ما قال القديس بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس إصحاح 15: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوى؟ انتصار النور على الظلمة زي ما قال القديس يوحنا في رسالته الأولى: الظلمة قد مضت والنور الآن تضيء. واثقين كل الثقة كل الإيمان إن الوباء اللي احنا فيه دلوقتي هينتهي ببركة قيامة السيد المسيح. كل سنة حضراتكم طيبين. والابن والروح القدس الإله واحد آمين. خريستوس أنيستي، آليسوس أنيستي. المسيح قام، بالحقيقة قام. وقدم التهنئة لأبي حضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الطباوي نيافة الأنبا هذا المطران أسوان، وأيضا لأبينا الأسقف المكرم نيافة الأنبا أرمية رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. كل سنة وأنتم طيبين، وربنا يعود الأيام بخير علينا كلنا وعلى مصر وعلى شعبها وكنيستها وجيشها وشرطتها، ويحافظ على مصر ويرفع عن العالم البلاء والغلاء والوباء وسيف الأعداء وكل أمر مخيف زي ما كنا بنصلي في الوصلة المقدسة. كل سنة طيبين. إخريستوس أنيستي، آليسوس أنيستي.